مرتين. تمام. وكان في عضله في ظهري عملت حقنت مره واحده. تمام. والنتيجه كانت احسن يعني، عملت يعني ارتحت زي 50% 60%. الحمد لله. الحمد لله. طب احنا قبل الحقن ما كناش بنقدر نعمل ايه ودلوقتي بنقدر نعمل؟ ما كنتش بقدر امشي، كنت بمشي ما بقدرش ركبتي اتنيها بامانه يعني. تمام. وحاليا دلوقتي؟ لا بمشي بتنيها وبمشي وبتحرك في البيت والحمد لله. الحمد لله كتير اتحسنت كتير جدا. كويس قوي. التحسن او التحسن يعني اللي انت حاسه ان الموضوع فرق معاكي ابتدى يظهر بعد قد ايه من الحقن؟ بعد بالظبط 6 أسابيع. تمام. الحمد لله ربنا يتم الشفاء من عنده. احنا النهارده ان شاء الله المفروض هناخد الحقنه الثانيه باذن الله. اهم حاجه برضو نفس التعليمات اللي بنقولها قبل كده ان ممنوع ناخد اي مسكنات خالص طول الفتره اللي جايه دهت باذن الله. ان شاء الله. تحبي نصورك وانت ماشيه قدامنا كده عشان نوري الناس برضو انت ماشيه ازاي؟ ماشي. اتفضلي اتحركي. تمام يا مدام باسم. انا عندي خشونه في الركبه اليمين وكنت عامله عمليه غضروف في الركبه الشمال. كنت عاملاها من كام سنه؟ عاملاها من 2005. 2005. وكنت بتشتكي منها بايه؟ كنت بشتكي منها بألم تحت الركبه كده، فروحت عملت اشعاعات وكده فجالوا عمليه عملتي. تمام. بعد اللي عملتي العمليه اتحسنتي؟ اتحسنت فتره كده ورجعت تاني ركبتي توجعني تاني. تمام. وبعدين؟ قالوا لي حملتي عليها فوجعتك تاني. انا اي دكتور نروح له؟ رحت جبتها من اسكندريه لكفر الدوار لدوانور كشوفات يعني بقالي شوف من 2005 وانا الحمد لله. فجيت كشفت حضرتك طلبت اشاعات وحقنت لي مرتين. الحمد لله الحقن 100% الحمد لله. الحمد لله. التحسن هنقول كام في المية كده من بعد الحقن يا مدام؟ الحمد لله. انا ما كنتش بقدر امشي خالص، كنت نيجي نمشي ما نقدرش، رجلي تقيله ومبسوكه دلوقتي الحمد لله، بمشي في البيت حلو كويس ووجدت كويس الحمد لله. الحمد لله. انا هقول مثلا كام في المية كده، كام نسبة كام؟ يعني نسبة 80%. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. والله كانت ركبي وجعاني جدا، ما كنتش بقدر امشي بيها خالص. وبعدين الدكتور أسامة قال لي خدي الحقن في البلازما دي في ركبي، فخدتها. فالحمد لله ديني سنتين وثلاث شهور كويسة جدا الحمد لله. طب دلوقتي هل في حاجات بتبقي ما بتقدريش تعمليها ولا بتقدري تعيش حياتك الطبيعية؟ لا الحمد لله أنا ماشية حياتي طبيعية الحمد لله. يعني لو هنقول مثلا نسبة التحسن من قبل الحقن لحد دلوقتي هنقول تقريبا قد ايه؟ 8